انا عايز اجيب منك بيبي ان شاء الله. البيبي هيجي يعني شويه كده. هيجي لوحده؟ لا بس انت مش لسه قايل ان احنا مش عارفين رجعنا في توقيت مناسب ولا مش مناسب. انا ما قلتش، انت اللي قلت. يعني انا بقول ان احنا ممكن نستنى على موضوع الخلفه. استنى انا راجع مصر عشان ما نستناش. انتوا بقيت تقولي لي لما نرجع مصر عشان ولادنا يبقوا مصريين، ولما نرجع مصر تقولي لي نستنى. بجد مش فاهم. لا انا بقول لما نستقر في بيتنا الاول وبعد كده نبقى نتكلم. لسه هنتكلم؟ حاضر. مش حاسه اني مستعده للخلفه خالص، مع ان نفسي جدا اني اكون ام، بس خايفه. هو اللي بيخبي حاجه يبقى بيكذب. اصل في حاجات كتير بصراحه ما ينفعش احكيها حتى لاقرب الناس لي، مع ان من حقهم يعرفوها، بس كده يبقى انا بكذب. انا ليه بكلم نفسي؟ جايز عشان مش عارفه اتكلم مع حد، بس انا نفسي زهقت مني علشان بتسمع مني طول الوقت نفس الكلام. يا بنتي افهميني، حتى لو عايزه انا مش مستعده للخطوه دي دلوقتي. انت عارفه بقى عندك كام سنه؟ هتبقي مستعده امتى يا مريم مع المينوبوز؟ انت هتستهبلي؟ وانت عارفه انا مش قادره ليه؟ والله اللي انا عارفاه انك متجوزه واحد بتحبيه وبتموت فيه وهو بيموت فيكي، ومش بيرفض لك اي طلب. الطلب الوحيد اللي هو نفسه فيه انت ناشفه ريقه عليه. ايوه بس الموضوع مش بالبساطه دي. انا حاسه ان انا لسه مش كويسه. ليه مش كويسه دي؟ لا يعني حاسه ان لسه اعصابي متوتره ومحتاجه استقر. يا مريومه انت بقالك 5 سنين متجوزه، الراجل نفسه يخلف منك. وانا كمان عايزه اخلف منه. طب ايه المشكله؟ خايف. طب اقول لك سلفولي عرف. انت اكيد بتستهبلي. اخلف منه وارجحهولك تاني؟ لا بجد. وانا بنت خالتك مش غريبه يعني. انت عايزه تروحي لدكتور نفساني؟ طب بقول لك ما تروحي للدكتور ده اللي حاتم حاجز لنا عنده بدالي. ما ده اللي انا بقوله، اتجوزه بدالك واعيش في دبي، وبدل العيل خلف قرطه والدكاتره النفسيين واي حاجه مضايقاكي. انا بعينك بعينك انا عندي صحواتي حفي ورا جوازهم عشان ياخدوهم لدكاتره يحلوا مشاكلهم ومش راضيين، وانت جوزك بيحاول يساعدك بكل الطرق. اتعيد لي بقى وبطلي سواقين العوج ده. ايه يا حبيبي؟ خلاص الحساب. بنطلب الحساب خلاص طالعين. يلا يلا يلا. مستعده؟ طبعا. هتنبهلك. هو مين ده اللي واقف مع حاتم؟ ما تمسكي لسانك شويه. شوفي يا بس. هاي حاتم. الحمد لله على السلامة. ازيك عاملة ايه؟ الله يسلمك يا هشام. الله يسلمك. مايا بنت خالتي. هشام ازيك عامل ايه؟ طيب اتحرك؟ اتحرك يلا يلا. انا هركب مع مايا. اوكي ماشي. لا قدامنا، لا قدامنا. انت ناوي تسيب الاوتيل وترجع الشقه امتى؟ مش عارف، لما مايا تخلص. هي مايا دي اللي بتعمل لكم الشقه؟ مالها؟ مالهاش يا عم. تمام. عشان ست يعني؟ مش اي ست يعني، انت تتخيل دي واقفه مع العمال دي هيبقى شكلها ازاي يعني؟ سيطرة قوي. واكيد العمال مبسوطين. سيبك انت مختار وقت ترجع فيه من دبي غير كل الناس يا معلم. ظروف. بقول لك ايه؟ هو مين هشام ده؟ صاحب حاتم الانتين. ما انا عارفه انه صاحبه. نظام هو مهندس معماري يعني. يا مريم ركزي، مش بسالك بيشتغل ايه. ايه نظامه؟ لا بصراحة أنا لحد كده ما أعرفش.
طب هو مش لابس دبله ليه؟ يخرب بيتك لحقت تبصي على ايده. اعمل ايه؟ عينيا بتلقط الحاجات دي بسرعه. طب خلي عينيكي على الطريق بدل ما تعملي حادثه. اتفضل يا ستي. السلام عليكم يا رجاله. الله ينور. كان نفسي تشوفيها وهي مفروشه، كانت هتفرق معاكي كتير قوي، بس انتوا اللي مستعجلين. غريب. ايه؟ لا بجد غريب. في ايه يا مريم؟ اصلها حلوه بصراحه. غريبه منك يا مريم. وقعتي قلبي. انا طبعا ما شفت الشقه قبل كده، جايز تكون كانت احلى. يا بالعكس، الشقة اتغيرت خالص. تسلميلك. ميرسي يا حاتم. سامعة؟ شايفة بيقول ايه؟ لا بصراحة بصراحة يعني انت ذوقك اتحسن جدا. بحاول. يمكن يجي لي شغل. دي اكيد كانت اوضتك يا حاتم. اه. ان شاء الله هتبقى اوضة البيبي. وطبعا لما هنفرش الدنيا تبقى احلى بكتير، يعني الستاير اكسسوارز كل ده هيعمل فرق، هتحسوا بيه. ايه رايك يا باشمهندس؟ لا حلوه جدا. خلصتها في 3 شهور بس. ده كتير ولا لا؟ كتير ازاي يعني؟ لا يعني احنا بنطلع عماره في 3 اشهر. مبسوطه؟ ما اقدرش اقول له غير اني مبسوطه. هقول له ايه يعني بعد ما عمل كل ده عشاني؟ اقول له اني ما كنتش متاكده اني صح؟